اي حوار ليه 3 مراحل: تحضير، اجراء الجلسات، اخراج التوصيات او المخرجات. تمام كده. اصعب مرحلة هي مرحلة التحضير. اذا التحضير جاء جيدا ادارة الجلسات والمخرجات هتمشي كويس. لان انت في مرحلة التحضير رقم 1 بتبني الثقة ما بين الاطراف كلها. الحمد لله الثقة موجودة وبتزيد، يعني احنا مش اطراف متناحرة ولا متصارعة مثلا في تجارب دولية اخرى، ده مش حقيقي. فاحنا علشان عندنا ارضيات مشتركة فهيسهل علينا ان احنا ندير الجلسات، وهيسهل علينا ايضا ان احنا ندير مخرجات. في كلمة مفتاحية في هذا الموضوع: لا تصويت. هو توافق او عدم توافق. طب في حالة عدم التوافق هتعمل ايه؟ لكل رأي احترام، وترفع الآراء جميعها للسيد رئيس الجمهورية. ماشي. يعني اللي أنا عاوز أقوله إن أنت صوتك في كل الأحوال هيتسمع. ممكن واحد عنده أنصار كتير فيعتقد إن هو بصوته العالي أو أنصاره الكتير هو في الحوار الوطني. مش كده. الحوار الوطني ممكن يبقى فرد واحد صاحب فكرة وجيهة قابلة للتنفيذ، نفاجأ بأنها اتسمعت وطبقت ونفذت بعد دراسة متأنية من جهات الاختصاص. طيب حاجة كمان، الحوار أنا قلت أنه هو مش مؤسسة. طيب الحوار أيضا ما هواش أغلبية ومعارضة فقط. الحوار هو حوار وطني. يعني مثلا هقول لحضرتك على حاجة: هل يمكن تصنيف عدد من الشخصيات العامة أغلبية ومعارضة؟ مش بالضرورة. طب في عندنا كاتيجوري اسمه الشخصيات العامة. هل يمكن تصنيف المجتمع المدني المصري على انه أغلبية او معارضة؟ قطعا لا. في تصنيف اسمه المجتمع المدني. في حاجة اسمها قيادات محلية. صح. قيادات طبيعية محلية. هل دول يتصنفوا أغلبية او معارضة؟ دي مكونات المجتمع المصري. الحوار كما انه يدور ما بين الأغلبية والمعارضة، يدور مع الشخصيات العامة، يدور مع القيادات المحلية، يدور مع المجتمع المدني والأهلي. هو ده المجتمع المصري. طيب احنا لما جينا يعني نحلل القضايا وجدنا ان احنا، خد بالك برضو تجارب الحوار السابقة، علشان التحضير ما كانش خد الحظ والوقت الكافي كانت المخرجات ونتائج الجلسات الدنيا قفشت.